ها طيب كله تمام. قولوا بسم الله الرحمن الرحيم. قول بسم الله الرحمن الرحيم. معدل التغير يا اولاد، تيجي مسألة في الامتحان ضروري، يعني لازم تجي لنا مسألة منها. تمام، بس يا ترى يا مستر احنا بنتلخبط ما بين كلمة دالة التغير أو معدل التغير أو متوسط التغير. النهاردة هنلخص المشوار كله، ويا ريت تركز معايا. في ناس بتكتب معايا، أنا عارف. أول خطوة لازم تعرف ما هي دالة التغير. ما هي دالة التغير؟ الرمز بتاعها ت. ايه الرمز بتاعها؟ ايه ت؟ مفيش شير يا مستر. نعم مفيش شير. مش حاضر 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 حاضر. اشوف تمام كده. تمام، ايوه تمام كده يا مستر. طيب يبقى دالة التغير يا ولاد ايه بتساوي ايه؟ اللي هي ت هي ده الرمز بتاعها. تمام، دي بتساوي دال، يعني الدالة تفتح قوس سين واحد زائد ه ويقفل القوس ناقص دالة سين واحد، وسمي دي المعادلة الأولى واسمها ايه؟ دالة التغير. تمام، اسمها دالة التغير. تاني حاجة، يعني لو هو طالب دالة التغير هشتغل في القانون ده بس. طب افرض طالب منك متوسط، ركز معايا لو سمحت، التغير. طالب مني ايه يا اولاد؟ متوسط التغير. رمزه يا مستر ميم هي. ميم هي. ده بيساوي شرطة كسر ت ه في ت ه في البسط، ت ه في البسط وه بس في المقام. ايه ده مستر؟ يعني ايه؟ يعني تشيل ت ه وتحط مين يا اولاد؟ تشيل ت ه وتحط كل هذا المقدار. شايف؟ يعني المتوسط نكتبه تاني، التغير اللي هو ميم ه يا مستر نشيلهم بقى احنا، ت ه دي اللي موجودة في البسط ونحط كل الكلام ده. ايوه اهو، س واحد زائد ه ناقص دالة س واحد على مين؟ على ه. خلاص دي اتنين، دي رقم اتنين. النقطة الثالثة حاجة اسمها معدل التغير. معدل ايه يا اولاد؟ التغير. طب ده بيساوي ايه يا مستر؟ ده بيساوي نهاية متوسط التغير. نهاية متوسط التغير لما تكون ه بصفر. لما تكون ه بصفر هيساوي نهاية س تقول إلى صفر. أشيل بقى مين؟ ميم ه وأحط إيه؟ وأحط كل المقدار ده كله. أحط المقدار ده إيه؟ بتاع ميم ه كله. هي ميم ه بتساوي إيه بقى؟ أهو. هتساوي دال س واحد زائد ه ناقص دالة س واحد على ه. وده القانون رقم كام؟ تلاتة.
الرقم 3. النقطة 4 مين هي هيتي؟ يدي لك قيمتين في المسألة س، ثم قايل له أكبر قيمة لس ناقص أصغر قيمة لس، يبقى كده جبت هي وجبت أربع حاجات يلزموك قوي في حل أي مسألة تجي لك في الامتحان. بس المهم اللي أنا عايزك تعرفه إيه؟ إن دالة التغير اللي هي ت هي، تمام؟ ليه؟ بتساوي الكلام ده. متوسط التغير بيساوي الكلام ده. معدل التغير بيساوي الكلام ده. هي بيساوي الكلام ده. عشان لما يجي في الامتحان يقول لي أنا عايز دالة التغير، ما تجيبلوش أنت سيادتك معدل التغير لأنك حافظه. ما ينفعش. لأن اللي قال لك احفظ متوسط التغير بيساوي كذا وبيطلب دايما متوسط التغير، لا مش دايما بيطلب متوسط التغير. في امتحانات بيطلب فيها معدلة التغير، في متوسط التغير، في معدل التغير. تمام؟ خلينا نطبق مسألة وأدي لكم مسألة تحلوها مباشرة وتقولي لي تطلع كام؟ خلاص؟ اكتب مثال واحد. مثال واحد. اوجد دالة التغير للدالة ص بتساوي 2 سنت تربيع، يا تربيع زائد 4 س ناقص 3. ناقص ايه؟ ناقص 3. وراجل عشان دي س جاهزة قال لي س بتساوي 5 وهي بتساوي نص، اعطاها لي جاهزة. اكتب النص كده واكتب 5/1. الحل يا مستر نحلوها ازاي؟ اقول لك. الاول هو طالب دالة التغير، دالة التغير مين يقول لي القانون رقم كام؟ دالة التغير اول واحد. اول واحد، برافو عليكم. اهو نركز بس لان المطلوب ده اهم حاجه. يجي واحد يقول لك ايه، انا عايزك والله تجيب لي الشيء الفلاني من المكان الفلاني، يبقى محدد هو ده المكان الفلاني، يوجد دالة التغير ونحط تحت منها خط علشان نركز لان الامتحانات على الابواب. انت عندك دالة س اللي هي ص يا اولاد، اللي هي مين؟ اللي هي ص بتساوي 2 س تربيع موجب 4 س سالب 3. تمام. ومعانا عايز، خد بالك بقى، عايز اجيب دالة س زائد ه. دالة س زائد ايه؟ ه. هشيل كل س تقابلني واحط س زائد ه. اشيل كل س تقابلني واحط س زائد ه اهو. يبقى 2 مضروبه في س زائد ه. طب دي مربعه يا مستر، وتبقى دي مربعه يا مستر. زائد 4 اشيل الس واحط كام؟ س زائد ه. ناقص 3. خلاص افك القوس ده. ايوه يا مستر احنا ما نعرفوش نفك الايه، ها القوس التربيع. انا هقول لك طريقه سهله جدا عشان تحل بيه. تساوي 2. لما يلاقي عندك قوس كده تربيع قول له ايه؟ قول له مربع، مربع الاول زائد 2 في الاول في الثاني، 2 في س في ه، زائد الثاني ايه؟ تربيع. كده حليت القوس اهو. الاول تربيع زائد 2 في الاول في الثاني زائد الثاني تربيع زائد، افك القوس ده، 4 س زائد 4 ه وناقص 3. افك القوس ده كمان يبقى 2 س تربيع زائد 4 س ه زائد 2 ه تربيع
زائد 4 س زائد 4 ه ناقص 3. دي اسمها ايه يا ولاد؟ دالت س زائد ه. خلاص يبقى ده نحاول نشوفه الحاجات المتشابهة مع بعضها. يبقى 2 س تربيع زائد 4 س ه زائد 2 ه تربيع زائد 3 س زائد 4 س زائد 4 ه ناقص 3. ما فيهاش حاجة خالص. ايه؟ متشابه. تمام. طيب عايزين نجيبه ت ه دالت س زائد ه جبتها. طب داخل برواز الاول كده حد يقدر يقول لي يا اولاد ت ه بتساوي ايه؟ د س واحد زائد ه ناقص د س واحد د س زائد ه ناقص د س. طب انا جبت ايه دلوقتي؟ ايه اللي انا جبته؟ انا جبت د س زائد ه صح؟ صح ولا لا؟ يا اولاد مش احنا جبنا دالت س زائد ه؟ تمام. وهو الراجل عاطيني دي دالت س بتساوي الكلام ده وانا جبت دي وانا عارف ان دالت التغير اللي هي ت ه بتساوي دالت س زائد ه ناقص دالت س. هنعمل ايه بعد كده؟ هطرح الاثنين من بعض. هنطرح المقدار دالت س من دالت س زائد ه. ركز بقى معايا شويه واحده واحده. الكلام ده هيساوي الكلام ده هيساوي اشيل دالت س زائد ه واحط كل المقدار ده كله كل المقدار ده انتوا شايفين اهو كل ده يبقى 2 س تربيع زائد 4 س ه زائد 2 ه تربيع زائد 4 س زائد 4 سالب كام؟ 3. كل الكلام ده ناقص دالة ايه؟ ناقص دالة س يا اولاد. ناقص دالت س اللي هي رقم واحد اللي هي رقم واحد دي. بس خد بالك لو انت بتعمل ناقص او سالب حط قوس. 2 س تربيع زائد 4 س سالب كام؟ سالب 3. لما اجي افك القوس بقى كل الاشارات اللي جوه مالها تتغير بقى هيساوي 2 س تربيع زائد 4 س ه زائد 2 ه تربيع موجب 4 س موجب 4 س زائد 4 ه سالب 3 سالب 2 س تربيع سالب 4 س موجب 3. خد بالك بقى هتلاقي الموجب 3 دي واحد مع السالب 3 دي. تمام. والأربعة سين دي هتروح من الأربعة سين دي واتنين سين تربيع دي هتروح من اتنين سين تربيع دي هيتبقى كام؟ هتبقى عند أربعة سين ه زائد اتنين ه تربيع زائد أربعة ه. صح الكلام ده كده؟ تمام. احنا قلنا س بكام؟
مسألة من الأول خالص، قال لي س بخمسة و بنص. طب خلاص يا نور، طالما الس بتساوي خمسة والهاء بتساوي نص، أعوض يبقى أربعة في خمسة في نص زائد اتنين ها في نص تربيع زائد أربعة في نص. هتساوي على الاتنين في الواحد على الاتنين في الاتنين، اتنين في خمسة بعشر زائد اتنين في ربع تساوي نص زائد على اتنين في واحد على اتنين في الاتنين اتنين، تبقى تطلع اتناشر ونص، والمسألة كده اتحل. واضح؟ اللي له اي استفسار في خطوات مين ته دالة التغير ها، اللي له اي استفسار مستر ممكن مسألة كمان؟ ما احنا هناخد كم مسألة، بس انا عايز التسلسل ده منطقي معاكم ولا لا؟ يعني انت بس عقلك متقبل التسلسل المنطقي للمسألة ولا لا؟ مسألة تانية هناخد مسألة تانية، بس حد فيه شايف حاجة صعبة محتاجة ان انا اراجعها نراجعها. اهو دالة التغير، قال لي انا عايزك تحسب لي دالة التغير، يعني الراجل طالب ايه؟ اول قانون بس. طب اول قانون اللي انت كتبته ورايا بالله عليك مش هو دالة س زائد ايه ناقص دالة س؟ تمام؟ فانت بتحضر المسألة بتجيب له دالة س زائد ايه لوحدها وتجيب له دالة س لوحدها اللي هو بيديها لك، تفتح الاثنين من بعض. السلام عليكم. وعليكم السلام. خلصت. ناخد مسألة كمان، بس عايز حد يشترك معايا. عايز حد يشترك معايا. حد يرفع ايده كده يقول يا جماعة انا هشارك المستر. شيماء الانصاري، هو احنا لسه في اخر السنة والامتحانات على الابواب ها، والسنه الجايه ان شاء الله انت داخل جامعه، قلقان انك تتكلم وتغلط؟ ايه عدم الثقه اللي فيه دي؟ ما ينفعش. انا عندي انك انت تشارك وتغلط افضل من انك انت تكون بالصوره دي، بالصوره دي ناس تشارك اكتر من كده بشويه. طب يا شيماء معايا؟ معاك يا مستر. طيب انا هكتب المساله وانت هتقولي لي تحددي لي انهي قانون اشتغل بيه. ماشي تمام ماشي. طيب مساله بتقول، مساله تقول اوجدي اوجد متوسط التغير للدالة د س بتساوي س تربيع سالب أربعة. س تربيع زائد سالب أربعة. خلاص بيقول لي عندما تتغير س، عندما تتغير س من 3 إلى 3 و 4 من عشرة كده. الراجل دوت الورق ده يا شيماء لو سمحتي صوته والمايك، صوت الورق عالي والمايك اللي انت مستخدميه ده. الراجل طالب مني ايه؟ شيماء متوسط التغير، متوسط التغير للشباب كله بقى ها، للشباب كله متوسط التغير انهي قانون اللي هي ميم هي اللي هي دالة س زائد هي ناقص دالة
سين على هي. اللي هو القانون الثاني ولا الثالث؟ لا الثاني. 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 خلينا مركزين بقى هنا. ها الثاني. الثاني انت كتبت لها يا مستر قانونين. لا القانون الاولاني ده بفهمك ان متوسط التغير بيساوي دالة التغير على هي. دالة التغير على مين؟ على هي. طيب وده القانون اللي انا هشتغل بيه في المسائل. يبقى انا لازم احضر كام حاجة يا شيماء؟ ثلاث حاجات. تعرف تقولي ايه هما؟ شيماء. اي يا مستر. معلش ده اللي تسين زي ده وده اللي تسين وهي. احضر دي اللي هي ده اللي تسين زي ده وده اللي تسين ومين وهي. لو انا حضرتهم. لو انا حضرتهم. المسألة اتحلت. المسألة اتحلت. الله ينور عليك. يلا بينا. طبعا نبتدي ازاي بقى احنا؟ هنقول اهو الخطوة الاولى. نجيبه ايه؟ اللي انت عايزاه. هنجيب ايه؟ اقول لك حاجة كويسة. اول حاجة تكتب القانون. اول حاجة اكتب القانون. تمام. اللي بقى اول حاجة اكتب القانون. اهو. قولي لي كده القانون. دالة س زائد ه ناقص دالة س على ه. على ه. تاني خطوة اقوم جايب مين؟ دالة س اللي هو عطاها لي. مش كده؟ ايوه. يلا. أيوه. يلا يا ست. عايزين س تربيع ناقص 4. بس كده. سين تربيع. خلاص خدوا بالك يا اولاد. في واحد قال لي لو سمحت يا مستر عيد لي الشرح تاني. انا مش عايز العمليه ان انا اخد مساله تانية او اخد 10 او اخد. انا عايزك انت تفهم لو انت حفظت القانون هتعمل ايه. اول حاجه بتحط القانون. تمام. بتحط القانون. مطلوب منك ايه عشان يتحل القانون ده؟ مطلوب منك ثلاث حاجات. مطلوب منك ثلاث حالات. هتجيب له داله س زائد ه وتجيب له داله س وتجيب ه وتقوم معوض في القانون. خلاص وتقوم معوض في القانون زي ما تعمل دلوقتي شيماء معايا في المسألة دي. الخطوة الثالثة يا شيماء. هنجيب هي. هتجيبي هي. ماشي. نجيب هي. هتبقى هي بيقول لي بيديلك قيمتين لسين عندما تتغير سين من 3 ل 3 4 من 10 تقوم واخد اكبر سين اهي ناقص اصغر سين يطلع هي ب 4 من 10 4 من 10. البت جابت حاجتين في كلمه. جابت حاجتين من الايه؟ من الثلاثه. اتفضل لنا الجزء الثالث اللي هو دالت سين زائد هي. اعمل ايه بقى هنا في المساله؟ فهي دالة س الأصلية دي يا شيماء. هشيل كل س وحط منها س زائد ه. الله ينور عليك. الس هي الأولانية. شوف أنا بعوض أهو هنا أهو. عشان واحد يقول لي أنت بتعوض فين؟ أما أنا أعوض هنا أهو. هشيل س وأحط س زائد ه كل تربيع سالب 4. تعرفي تفك القوس ده؟ هتبقى س تربيع زائد س ه. لا زائد ه تربيع 2 س ه. اضرب 2 في الاول في الثاني زائد ه. ايوه زائد ه. سالب ايه؟ سالب 4. خلصت الثلاث حاجات. ايوه خلصنا الثلاث حاجات. ارجع لفين؟ ارجع المسألة. للقانون. للقانون. ارجع للقانون. القانون بقى هنا خطوة الخامسة. شوف انا بقول لك بحل لك في كام خطوة؟ خمس خطوات. اذا متوسط التغير هيساوي شرطة كسر. عوض على طول يا شباب. دالة س زائد ه اللي جابتها اخر حاجة اللي هي س تربيع موجب 2 س ه موجب ه تربيع سالب 4 سالب دالة س
واحنا قلنا السالفه هتعمل ايه في الاشارات؟ ها هتغيرها تتغير، يبقى سالب س تربيع موجب 4 على ه اللي هي 4 من 10. واخد اللون الاحمر بتاعي، لان الاربعه دي هتروح مع الاربعه دي، والس تربيع دي هتروح مع الس تربيع دي. اتفضل عندي ايه؟ هتفضل عندي 2 س ه زائد ايه؟ ايه؟ طيب على كام؟ على 4. طب س بكام؟ س ب 3. س بكام؟ ب 3، لان هو قال لي س بتتغير من 3 الى 3 وكام؟ و4 من 10. ابتدي اعوض بقى 2 س ه يبقى 2 ب 3 في 4 من 10 زائد 4 من 10 الكل تربيع على 4 من 10. اثنين ثلاثة واربعة من عشرة زائد هي اربعة من عشرة تربيع على اربعة نخلصها في الآلة تطلع ب ستة واربعة. انا ماشي خطوة خطوة لان الموضوع بجد محير لناس كتير، محير لناس كتير، اللي هو ده اللي التغير، توسط التغير، معدل التغير، ده كده. ايوه يا منة. يا ولد. صاد مثلا. صاد بتساوي 6 س تربيع. سالب 10 س. موجب 3. بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي اوجد د ص على د س، او يقول لي اوجد ص شرطة، او يقول لي اوجد د شرطة س. كل ده معناه ايه؟ التفاضل او الاشتقاق. او يقول لي اوجد ميل المماس، وافتكر الكلمه دي كويس جدا، ميل المماس. في منتهى البساطه يا اولاد، انا عشان اجيب افاضل دي اخليها د ص على د س، ها او المشتقه الاول، اوجد المشتقه الاولى، اوجد المشتقه الاولى. بمنتهى البساطه باخد الاس تمام وبضربه في الاساس، او 2 في 6 ب 12 ونقص من اس واحد. ده التفاضل. ايوه ده التفاضل. طب وإذا كانت 10 س أو 20 س، أقول له لا، يبقى سالب سالب 10 بس، وتفاضل الثلاثة بصفر، ما تكتبش. تفاضل سهل كده ولا صعب؟ سهل. عايز حد يحل معايا المسألة اللي جاية؟ عايز حد يحل معايا المسألة اللي جاية؟ ص بتساوي 12 س تربيع، يلا بينا، سالب 4 س. يبقى ص شرطه بتساوي ايه؟ هي 12 س تربيع تفاضل يا بابا، هتبقى 24 س. ايوه ناقص 4. ناقص 4. برافو عليك، برافو عليك. الموضوع كده لغايه الان ما فيهوش اي حاجه، صح ولا لا؟ تفاضل عادي، دي التفاضل عادي. انا عارف انتوا ممتازين في حتة التفاضل. طيب لو ان عندي دالة بتساوي كده، دالة ص بتساوي كوسين مضروبين في بعض، ده اسمه القوس الاول، ده اسمه القوس الثاني. يا ترى عشان اجيب المشتقة الاولى اعمل ايه؟ اقول له الاول، قوس الاول يعني
في تفاضل مشتقة الثاني. نعم الأول في مشتقة الثاني. أيوة زائد الثاني مشتقة الأول في تفاضل الأول. تمام القانون ده نحفظوه الدنيا كلها تبقى سهل. الأول في تفاضل الثاني زائد الثاني في تفاضل الأول. الأول في تفاضل الثاني زائد الثاني في تفاضل الأول. خلاص خلاف زي اللي احنا قلناه دلوقتي. زميلتكم بتقول الأول في مشتقة الثاني. أنا قلت الأول في تفاضل الأول. الأول في تفاضل الثاني. تمام؟ فأنا قلنا التفاضل اسمه المشتقة واسمه الماس واسمه كل الحاجات اللي احنا إيه؟ قلنا عليه. طب ما تدي لنا مثال عشان نفهم الدنيا ماشية ازاي. المثال برضو حابب حد من الشباب يكون معايا. صوت بتسين اهو. خمسة سين تربيع ناقص ثلاثة سين خلاء ناقص ثلاثة بس سهلة مضروبة في أربعة سين موجب اتنين. أنا عايز أجيب دال صاد على دال سين. لازم يا بابا تكتب في الأول القانون. لازم اكتب القانون بإيدك كده. الأول يا مستر في تفاضل الثاني زائد الثاني في تفاضل الأول. مين معانا من الشباب؟ مين معانا؟ خالد إبراهيم هاشم. خالد معايا؟ ايه معاك يا مستر. يلا يا خالد. أحل يلا بابا. 2 في 5 ب10. لا بص القانون قلنا ايه بقى احنا. الاول يعني كده القوس الاول ينزل زي ما هو. القوس الاول ينزل ايه يا اولاد؟ زي ما هو. تفضل الثاني. التفاضل الثاني بكام يا خالد؟ 4 زائد 2. لا 4 بس يا حبيبي. تفاضل العدد الثابت الرقم قالوا ها صفر ما اتكتبش. بصفر بصفر. صفر يا الله حبيبي. يلا بابا. هننزل القوس الثاني زي ما هو. اهو. 4 س زائد 2 مضروب في التفاضل الاول. اللي هو كام بقى؟ 10. بس. 10 س يا ولا. 3 بصفر. 10 س يا ولا. تفضلها. ماشي التلاتة بصفر. ما اختلفتش معاك في التلاتة. ماشي مستر. طب يلا بينا. يبقى دال صاد على دال سين. فك الأقواس يلا. 2 في 5 ب10. 4 اللي بره دي يا اخي. ب20. ماشي مستر. 4 في 3 ب 12. ب 12 زائد 10 في 4 10 ب 40 زائد 2 زائد 10 يا خالد في 2 ب 20 س. ب 20. انا باخد ال 10 س دي مره اضربها هنا ومره اضربها هنا. افك القوس كده. ادي معنى فك القوس. اخد الاربعه دي مره اضربها في الرقم ده ومره اضربها في الرقم ده. ده اسمه فك الاقواس. ابتدي اخد المتشابهين. عندي 20 و40 ادي 60 س اس 4 وعندي 20 س وعندي سالب ايه؟ سالب ايه؟ تحل المساله على كده. تحل المساله على كده. طيب هكتب مساله والناس تكتب على طول على التليجرام والناس تبعت على طول على التليجرام لو سمحتوا. اوجد دال صوت على دال س للدالة صوت بتساوي 3 س زائد 2
س تكعيب زائد 4. بس تبعت تكتب وتبعت على التليجرام الحل. اقفل المايك بتاعك يا خالد. في احمد محمد رفع ايده ليه؟ احمد محمد. ايوه محمد. ايوه احمد. يلا شباب مش كتير قوي، مش صعب مسألة، ما هي الصعبة. الأول مرة يا جماعة يحضر معانا النهاردة يقول لنا أنا أول مرة أحضر معاكم، ارفع ايده كده اللي أول مرة. منا أول مرة، محمد أشرف. طيب منا تعرف تحل المسألة؟ أيوة يا مستر. تعرف تحل المسألة؟ أيوة. بس أنا لسه بقى المسألة. حلها؟ أيوة يا منا يلا تفضلي حل المسألة. القانون هيبقى الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول. برافو إنك أنت بدأت القانون. يلا. الأول هيبقى 3 س زائد 2 في مشتقة الثاني 3 س أس 2. برافو عليك. زائد الثاني س أس 3 زائد 4 في مشتقة الأول في 3. برافو. هضرب 3 في 3 اللي هو هنفك الأقواس هتبقى بتسعة س. تسعة س؟ تسعة س تكعيب يا بت عشان بتجمعي الأسس في الضرب. بجمع إيه يا منة؟ بس يا مستر مش إحنا جبنا مشتقة الأولاني 3 س. تمام تمام. تسعة س أس 2. تسعة س أس 3. 3 تسعة سين أس تلاتة يا منة عشان السين دي مرفوعة الأس واحد. لما أنا بضرب سين في سين بجمع الأسس، بجمع الأسس اتنين وواحد يبقوا تلاتة. تلاتة في اتنين بستة سين تربيع زائد تلاتة سين تكعيب زائد اتناشر، مش كده؟ اتناشر. يبقى اتناشر. هي بس تكعيب اللي كان ملخبط معايا. طيب انت عرفتيها كده ولا انا اشرحها لك تاني؟ من عند التسعة سين تكعيب ديت ريت تشرحها تاني. انا هقول لك السين تربيع مضروبة في سين تربيع يديني سين أس 4، سين في سين تربيع يديني أس 3، سين في سين يديني أس 2 لان ده أس 1 وده أس 1 وده أس 1. يبقى في حالة الضرب بجمع الأسس، ودي مهمة، ودي النقطة دي مهمة جدا في حالات الايه، حالات ضرب المشتقة.
حالات ضرب المشتقة. في ناس بعتت فعلا على التليجرام، شوفها مع بعض دردشة. في ناس حالة مظبوط مظبوط. محمد أشرف تمام، محمد أشرف لو أنت أول مرة تسمعين تمام تمام تقالي الدنيا إيه يعني. فاطمة الزناتي ممتازة، فاطمة ممتازة، فاطمة ممتازة من ممتازة من ده يا ولاد. حاصل ضرب ايه دلتين. طيب مستر نعم، ممكن تحل لنا مساله خارج اسمه؟ اه طبعا ممكن نحل مساله خارج اسمه. يقول ايه بقى؟ ادي صاد بتساوي شرطه كس، اللي فوق اسمه البسط واللي تحت اسمه المقام، يبقى دال صاد على دال سين هيساوي شرطة كسر. أول حاجة تعملها المقام تربيع. مقام إيه يا أولاد؟ المقام تربيع تمام. وبعد كده هقول المقام في تفاضل البسط ناقص البسط في تفاضل المقام. مسألة على طول، مثال على طول يا مستر. عندك صاد بتساوي 4 سين على سين تربيع زائد 1، يبقى دال صاد على دال سين، يبقى دال صاد على دال سين هتساوي. خد بالك انا بعمل ايه بقى، شد ايه سين تربيع زائد واحد الكل تربيع. انا كده ربعت المقام، انا كده ربعت المقام اهو. وبعدين بيقول لي المقام، هاخد المقام بقى هو سين تربيع زائد واحد، اضربه لي في تفاضل البسط. تفاضل البسط بكام؟ باربعة ناقص البسط اللي هو 4 س في تفاضل المقام. تفاضل المقام ب 2 س. خلاص بقى سهلة يا مستر. يبقى عندك دال ص على دال س هتساوي شرطة كسر المقام تربيع زي ما هو، وفك القوس اللي فوق يبقى 4 س تربيع وجاب 4 سالب 8 س اس. كام بقى منا هنا؟ يا منا يبقى س كام؟ في المقام 4 س في 2 س يا من 4 س في 2 س س في س في س تربيع جماعه الاسس اهو هيساوي يا جماعه سالب 8 س تربيع وموجب 4 س تربيع يبقى سالب 4 س تربيع زائد 4 على المقام تربيع اللي هو س تربيع زائد 1 الكل تربيع. ممكن يقول لي بقى ايه يا اولاد؟ ممكن يقول لي انا عاوزك تجيب لي دال س ص على دال س عندما س تساوي 1. خلاص مش انت خلصت؟ عوض عن س بواحد، عندما س تساوي 2 تمام. نعوض عليها ازاي بقى؟ نشيل كل س ونحط 2، يبقى هتساوي سالب 4 في س 2 في 2 بكام؟ ب 4 موجب 4 على السين برب السين باتنين يبقى 4 زائد 1 الكل تربيع هتساوي سالب 4 في 4 ب 16 سالب 16 موجب 4 يبقى سالب 12 على 25. 4 زائد 1 5 تربيع بتاع 25 يطلع مسألة بالشكل ده كده.
اللي له اي استفسار في النوعية دي من المسائل يتفضل يسأل، اللي ملهوش استفسار هيحل معانا. طب اللي له استفسار يرفع ايده، اللي له استفسار يرفع ايده. كل دول لهم استفسارات منا ومنا. ايوه منا. ايوه يا منا نزلت ايديها. طيب خلاص ناخد مساله على خارج الاسم، ناخد مساله على خارج الاسم عشان ناخد بعد كده القوس مرفوع لقوس معين وننهي الحصه النهارده ان شاء الله. يلا يا شباب مساله اهي عن الاسم. اوجد المشتقه الاولى الدالة دال سين بتساوي سين على سين تربيع زائد واحد، سين على سين تربيع زائد واحد. ويلا على بسرعة على التليجرام، حل على التليجرام، حل على التليجرام. حد بعت؟ خارج الاسم سهل، خارج الاسم مش مشكلة. تمام. طيب اخر حاجة عايز ناخدها اللي هي قوس مرفوع لقوس معين. يعني لو قال لي دالة س او ص تساوي 5 س زائد 4 الكل أس 7، كل إيه؟ أس 7 مثلا. هنعمل إيه؟ هنقوله إن دال صاد على دال سين بتساوي، بناخد يا أولاد الأس ده نحطه إيه؟ قدام القوس. ناخد الأس ناخده قدام القوس، بعد كده اضربه في القوس ذات نفسه 5 س زائد 4 ونقص من القوس كام؟ ونقص من القوس 1 واضربه في تفاضل ما بداخل القوس، تفاضل ما بداخل القوس اللي هي هنا كام؟ يبقى 5. يبقى هتطلع 35 مضروبه في 5 س زائد ايه؟ 4 الكل قوس 6. ده اللي عندي النهارده بالنسبه لي التفاضل وكمان دالة التغير ومعدل التغير. حد بس يطمني ان الواجب وصل. عايزين واجب على المسألة ده يا مصطفى.
المسائل اللي جاية عبارة عن مسألة عن النوع ده، ومسائل عن حاصل ضرب دالتين، حاصل ضرب قوسين عايز تفاضلهم، وكمان عن خارج الاسم. شوفوا كده، ولو في حاجة ايه مسائل ياما، مسائل ياما. تمام، المسألة الاولى ايه؟ تفاضل عادي، بعد كده قوس مرفوع لأس معين، تلات مسائل هم، وبعد كده عايز المشتقة عندما س تساوي كذا. تمام، بعد كده عايز المشتقة وقوسين مضروبين في بعض، وبعد كده تلات أربع مسائل، وبعد كده خارج القسمة. يعني ده كل اللي احنا أخدناه النهاردة. أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن أنا بقدر أكون بفيد بعض الناس، تمام، بقدر المستطاع. برضو هقول في الآخر، ما تنسوش لو سمحتوا تخشوا على القناة. أنا بحاول أزبط القناة بقدر المستطاع، أقسم بالله بحاول أزبطها. برضو ببقى محتاج إيه دعمكم، وبرضو محتاج إن إيه يعني حد يجي يعلق ويقول يا مستر إحنا محتاجين كذا في القناة، أو تعدل لنا من القناة. ده هيفيدني أنا، وهيفيد الأجيال اللي جاية، يعني هيفيد الايه الناس اللي جايه السنه اللي جايه وكده اهو. فهقول بسرعه برضو الشكل العام، ان انت ممكن تشارك الفيديوهات ديت لزمايلك. احنا بنخش على القناه بتاعتنا اسمها دبلوم صناعي، بالنسبه للناس اللي جايه جديد، خش على حاجه اسمها قوائم التشغيل. قوائم التشغيل مكتوب فيها ايه؟ الصف الثالث. تمام، بتخش على الصف الثالث بتلاقي كل اللي احنا بنشرحه. تشرح ايه يا مستر؟ احنا بنشرح الانجليزي اهو، حل امتحانات انجليزي، حل امتحانات رياضه، حل امتحانات ميكانيكا. تمام، ارجو انك انت تعمل مشاركه للقناه، وتكتب اي تعليق، يعني شكرا. لو لك مساله عايز تكتبها اكتبها، وتعلق باي حاجه، و تشارك الفيديوهات مع اصدقائك. واحنا بنقوله دايما الدال على الخير كفاعله، يعني انت لما تيجي تبعت لواحد ما كانش بيذاكر ويشوف الفيديو يستفاد منه ويحل، هيدعي لك وهيدعي لي في نفس الوقت، يبقى انت خدت ثواب برضه. تمام، شكرا شباب، واستمتعت جدا باللقاء معاكم النهارده. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.